صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. هناك عدة حالات لمرضى الكلى، ومن بينها أو الأهم منها هي حالة قصر الكلوي والتي فيها عدة تفرعات أو تشعبات، ومن أهمها مرض الكلى أي الانسفيزانس رينال كرونيكي ترمينال. وهذه الحالة يرجى من مرضنا عدم الصوم إلا بعد استشارة الطبيب المختص، لأن عادة ما تكون حالة الكلى جد مزرية أو متدهورة، وأيام الصوم تكون ساعات طويلة جدا ونقص كميات الماء، وهذا قد يؤدي إلى تفاقم وضعية صحية للمرضانة. أما حالة الانسفيزانس رينال ايجو هي حالة يرجى استشارة أيضا الطبيب، ويمكن في هذه الحالة حسب حالته الصحية الصوم، وذلك بأخذ بعين اعتبار عدة نصائح، ومن ما أهمها كثرة شرب الماء، تفادي المواد الغنية بالأملاح، تفادي المواد الغذائية التي تكون غنية بالبروتينات، عدم استعمال الجهد العضلي في العمل خاصة، أخذ قسط من الراحة، عدم تقطيع النوم، أو أخذ المنبهات مثل الشاي أو القهوة بكثرة في رمضان، الإقلاع عن التدخين قبل حلول شهر رمضان. أما تبقى حالة اللي هي نقول لها الحصاء الكلوي، هادم المرضى يمكن الصوم، وذلك بعد استشارة الطبيب ومعاينة الحالة الصحية، مع أخذ بعين الاعتبار نفس النصائح سابقة الذكر. وفي حالة تفاقم وضعية صحية خاصة لمرضى حصاء الكلوي، يرجى باستشارة الطبيب لتشخيص حالة الكلية. صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها.